بالإضافة إلى مناقشة مختلف المحاور المتعلقة بحقوق الإنسان، تصف الرزمة أيضاً المنح التربوي المستخدم في تصميم الأنشطة الصفية. المنح التربوي الذي تقدمه رزمة الأدوات يتكون من 3 خطوات: اختبر، تأمل، طبق. الخطوة الأولى في هذا المنح هي الاختبار، والتي تعني في الأساس أن تبدأ مما يعرفه الأطفال. العملية التعليمية تبدأ من الخبرات والمعارف والآراء المتوفرة لدى الطلبة لتسهيل عملية تطبيق ما يتعلمونه. الخطوة الثانية في هذا المنحة هي تشجيع الطلبة على تأمل ما يتعلمونه وتحليله من خلال المشاركة. يتعلم الطلاب أهمية التفكير الناقد والانفتاح على الأفكار الجديدة. تؤدي عملية التأمل إلى تيسير تعلم المهارات التي تعزز الثقة بالنفس والقدرة على التعبير وعلى الإصغاء للآخرين وتفهم وجهات نظرهم. الخطوة الثالثة في هذا المنحة هي التطبيق، حيث يتم تشجيع الطلبة على تطبيق ما يتعلمونه في حياتهم اليومية.